مثل ما وعدكم شيف شادي، اليوم الروسات رح بتكون كتير سريعة، إنما كل التفاصيل لحتى نقدر ناخد كرات القريدس المقلية أكيد ورشة ملح. أحبائي صباح الخير لكم. مثل ما قلت مبارح ومثل ما قالت غادة اليوم، إنه كل يوم خميس عنا الفقرة المطبخ الأخيرة نهار الخميس وبتضعف شوي صغيري وتبلش على 12:35، أما يوم الجمعة فعنا بس 7 دقائق ببلشوا هلا وبينتهوا بعد اكيد 7 دقائق. وصفه سريعه حلوه بتعقد بتجنن بتطوش. شو بعد؟ في شيء كلمه حلوه بعد؟ بتموت. اوكي. خلينا اول شيء نبلش بالقلب بالوصفه، بنبلش من هون، بنبلش نشيلهم من الزيت، ما بنحكي عنهم شو هن، وبلشوا كمان حضروا لي قدامكم كمان الورقه والقلم، ليكوا شو حلوين، عم شيلهم وحده وحده، مع انه فيني شيلهم كلهم بس حتى رغبكم بالوصفه اكثر واكثر، عم شيلهم حبة حبة مثل ما بيقولوا، ليكو السمسم كيف معلق فيهم. اوكي، اكيد الزيت حامي. بعد ما عرفنا شو هني وعن شو عم نحكي، ننتقل على، ليكو شو حلوين بيطوشوا، ننتقل على شمالي. شمالي في عنا اياهم نيين، كيف بننزلهم بقلب الزيت؟ طلعوا كيف معمولين، بس كيف وصلوا لعندي على الصحن؟ هلا كمان بتشوفوا كيف. وبلشوا جهزوا حالكم ورقه وقلم قدامكم حتى تكتبوا الوصفة اللي بدي احكي انا عنها هلا. ليكو قدامي هون، هلا خليكم انتو هون تنقلوا على رواق القريدسات الحلوين. هون عندي سمسم ني، سمسم ني، سمسم ني يعني سمسم ابيض. في سمسم اسمر؟ لا، هيدا سمسم ابيض. خلطة، هيدي الخلطة هلا بعد شوي رح تشوفوها على الشاشة اللي هي التغليفة، بس قبل عم نشوف على الشاشة هلا القريدس. هيدا نص كيلو من القريدس مطحون، اكيد مقشر مطحون، حاطط له معه بصل اخضر مفروم حوالي 3/4 الكوب، نص الكوب، فيكم تحطوا كوب من المشروم ان كان طازه او ان كان علب، وفينا نحط شو ما بدنا. ما تسمعوا كلام الشيف شادي، يعني مش مشروم بس، حطوا فاصوليا فرمون بقلبهم، بتحطوا بقلبهم ميس، بتحطوا بقلبهم بالميتو اللي بدكم، يعني اعملوا خلطه بهالطريقه. بنزيد له بياض بيضه وحده مثل ما عم نشوف كمان قدامنا، رشه ملح، رشه كمان بهار، وبنضيف. هلا بتشوفوا بالتغليفه مكتوب كوب واحد من الطحين، كوب واحد من الطحين، بنزيد نصه على الخلطة، يعني هون بصير عندنا هالخلطة هون اللي قدامنا، والنص الثاني بنحطه مع بيضة وثلاث ملاعق من الزيت والباقي شوية مي إذا احتاجنا، وأيام ما بنحتاج، مع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مثل ما عم نشوف قدامنا. أما السمسم الني هون صار يا شيف شادي. هلا شو بنعمل؟ حتى ما نوسخ إيدينا بسرعة، أول شيء خلينا نشوف هون قدامنا. واو شو حلوين، ليكو شايفين كيف شو حلوين. منبلش نشيلهم ومنطفي تحت الزيت، رح اطفي انا ورح روح لوين تنعمل وحده منهم بتعقد. هيك بنكون شفنا كيف شلناهم من الصحن وكيف قلينا، كيف عم نشيلهم من المقلي، كيف شكلهم، بس ما شفنا الشيف شادي كيف عملهم باني. ليكو شو بنعمل، ايدينا بالمي، ايدينا بالمي يا شيف شادي. بهالطريقه منشيل هالخليط من القريدس، بنعمل بول، من البول منروح على العجينه اللي عملناها من بيضه وحده، نص كبايه من الطحين، طلعوا منشيلهم شو بالملعقه، طلعوا شو حلوين ولا اهين من هيك. وين منروح؟ على السمسم، بالسمسم بيكون في ملعقتين تانيين، بنبرم بهالطريقه، طلعوا شو حلوين، واو، بيطلعوا من السمسمات وبنحطهم على جنب، او دغري بناخذ هون كمان، طلعوا كيف بهالطريقه، وبنجي بنقلي. نعمل وحده تانيه، يلا وحده تانيه كمان من جديد، مي على ايدنا، بناخد العجينه اللي عملناها من نص كيلو من القريدس، بياض بيضه وحده، نص كبايه من الطحين، بصل اخضر بقلبها ومشروم بقلبها، وكمان ملح وبهار، بناخذها على الخلطه، الخلطه اللي عملناها بيضه وحده، نص كبايه من الطحين، ملعقه صغيره من البيكنج باودر، كمان حطينا فيها شويه مي اذا احتجنا، صار عندنا هالعجينه الحلوه، انتقلنا فيها على السمسم الني، السمسم الني خلطناهم بقلب بعضهم بهالطريقه، طلعوا كيف، وفينا نعطيها فورم، يعني فينا نعمل بهالطريقه اذا بدنا، طلعوا بهالطريقه هيك، بعدين بنشيلها بهالطريقه هيك، طلعوا اذا بدكم، ودغري اذا بدكم فينا ناخذها على الزيت، طلعوا كيف. واو وصفه بتطوش بتعقد، فينا ناكل معها اذا بدنا نغطها بالكيتشب، نغطها بالمايونيز، نغطها بالصوص روزي او صوص الكوكتيل اذا عجبنا الامر، وكيف فينا نضيفها، كيف فينا نقدمها، ان كان برانش او برانش، او ان كان على الغداء، او ان كان على العشاء، او ان كان بعد الظهر اذا عندنا اصحابنا بهالطريقه مثلا. ليكو كيف بيجي انا بحطهم، ليكو شو حلوين،
ليكوا شو حلوين يا شيف شادي، ليكوا شو حلوين يا شيف شادي. بس مشان اعطي هيك كوراج لحالي، بدي اقول شغله بعد ما قلناها. ليكوا هون في حبه الريدس يا حرام لوحدها، كيف عملناها؟ فينا نعمل هي الطريقه، اذا بنرجع لهون فينا ناخذ حبه الريدس. ليكي غاده شفتيها هيدي حبه الريدس؟ بس اني ما شفوها، ما هيك؟ شفتيها شو حلوه؟ هيدي كمان حبه الريدس فينا كمان نعملها بنفس الطريقه، يعني فينا نمرقها نحن بالخلطه، اوكي؟ يعني اذا ما بدنا نعمل هالخلطه اللي انا عملتها، بنروح على السمسم بنكبس عليها بالسمسم وفينا نطلع فيها وننزل فيها بالزيت. اذا ما كان عندنا قريدس فينا نعمل لحمه، اذا مش لحمه فينا نعمل كمان دجاج، اذا مش دجاج ولحمه وقريدس اذا بدنا فينا نروح على السمك. اذا ما بدنا هودي كله نحن نباتيين فينا نعمل نفس الموضوع بالخضره، نعمل بيوريه من الخضره والخضره بنعملها مثل ما عملنا هذيك المرات البرجر، برجر الخضار الصحي. وبننتقل هلا لعند غاده تنحكي شوي صغيره اكثر واكثر عن الصحه. رح نحكي عن الصحة، ايه اكيد رح نحكي بالتحديد عن سلامة الغذاء. بدي اذكر شغلة كمان بعد صغيرة، انه بكره ما رح اكون انا، رح يكون شيف فيصل، بعد بكره ما رح اكون انا، رح يكون الشيف علي، بعد بعد بكره رح اكون انا. بتعرف انا بكل هاي الخبرية هون شو كنت عم بعمل؟ كنت عم بعد كم معلقة حاطط قدامك؟ 2 4 6 8 10 حتى ما نوسخ ايدينا. دزينت معالق لنعمل ولقيت غدا من جديد. ميرسي لك. اذا مجاهدينا مثل ما قلنا رح تكون ضيفتنا معنا نادره همدر اختصاصيه بسلامه الغذاء حتى نحكي اكثر ضمن خفيف نظيف. وبدنا نوجه تحيتنا لكارلا يلي موجوده بنيودلهي لحتى كمان تكون عم بتجيب لنا اخبار الاسبوع المقبل بما يختص بالغذاء. نادره صباح الخير. رح نحكي اليوم بالتحديد عن سلامة الغذاء بما معنى نظرة الأشخاص يلي ما بيعرفوا أو ما عندهم هالمعلومات، كيف يقدروا يقيموا الموضوع إذا رايحين موجودين بمكان عام بمطعم أمام بوفيه إلى آخره، شو لازم يعملوا، كيف لازم يتصرفوا؟ أكيد. غير إنه مثل ما كنا عم نمزح امبارح وقت اللي كنا عم نحضر الحلقة الأولى إنه بياخذوا معهم مجموعة أدوية وبيتحضروا نفسياً، أكيد لا. خلينا بالأول بس نشوف رأي الناس بالموضوع من خلال هالفوكس بوب يلي أكيد كاميرا عالم الصباح أخذت في آراء بعض الناس. كل يوم باكل مطاعم حسب، مرة بالجمعة تقريبا. لكن أنا بطبخ يعني most of the time أنا بطبخ. كل يوم أنا بروح على مطعم، عايش لوحدي. أنا بختار المطعم يكون healthy organic حتى لو كان سعره شوي أكثر عن العادي. بنلحق المطاعم الأنظف من غيرها. إذا أكله طيب أسعاره منيحة. بهتم كثير المطعم يكون نظيف. أول شيء كرمال صحتي يعني ما ضروري أنضر من وراء الأكل. إنه في شيء رفاقي بينصحوني فيه و حتى أمرار بورا قصص يعني على الإنترنت كمان في مطاعم جديدة بتطلع. كيف بعرف إنه المطعم نظيف؟ أول شيء ما باكل بحال المطاعم يعني. ببين يعني المطعم من غيره يعني تشم من الريحة من الشغل شغيلة جوا كل شيء ببين يعني. هيدي ما فينا نعرفها بصراحة لأنه كل شغلهم بيكون جوا وهيك سو ما حفينا نعرفهم. أول شيء الشغيلة جوا بكون لابسين كفوف. نظافة بالمطاعم من أهم الأشياء يعني من أهم الأشياء اللي لازم كل حدا يتطلع فيها ويهتم لها يعني. صراحة عندي عقدة إذا مطعم كثير نظيف من برا مبين ما بفوت عليه. لما بحس مطبخه بيكون مش نظيف ما بعرف يعني حسب ما عم نسمع هلا تأثير ما في كثير يعني اهتمام بالنظافه المطاعم. سمعنا مجموعه اراء وواحد على المنظر وهلا رح نعلق على كذا شغله او لا كيف فينا نقول اذا معهم حق او ما معهم حق. هلا رح نحكي بس اول شيء بحب اقول بدي اعرف I want to define شو هو التسمم الغذائي. التسمم الغذائي هو وقت ناكل أكل ملوث وهيدا الشيء وقت ناكله بيؤدي لضرر بصحتنا. هلا أنا وقت أقول أكل ما قصدي بس طعام، قصدي كمان بيكون مي وثلج لأنه العالم ما بتتخيل إنه معقول تتسمم من المي أو من الثلج. كيف بيتلوث الأكل؟ أكيد في عنا تلوث جرثومي اللي هو من الجراثيم أو تلوث فيروسي، بس هلا بدنا نحكي عن التلوث الجرثومي لأنه شوي أكثر شائع. هلا الجراثيم أصلاً موجودة وين ما كان، فيها تكون أساساً بالأكل، بالأسس النية مثلاً لحمة سمك دجاج، بالخضرة بالفواكه، وأنا في أتحكم فيها أو أقللها بالطريقة اللي بتعامل فيها مع الأكل، كيف بطبخها، كيف بحافظ عليها، وكيف مثلاً كيف بغسلها أكيد، كيف بغسل الخضرة إلى آخره، هذا رح نحكي رح ينحكى في الموضوع التاني يمكن بحلقة تانية. هلا وكمان أكيد النظافة الشخصية لأنه أنا في يكون عندي مثلا اذا ما غسلت ايدي مثلا قبل ما بلش احضر الاكل معقول انقل الجراثيم مني
للاكل. اوكي، هلا العوارض لنحكي فيها، يعني ما ضروري الحق بالنتيجه على المطعم، يعني مش نحن كيف جايين باي اتيتيود، هلا العمال ومن وين عم بيجيبوا وشو المصدر، المصدر اللي عم يشتروا منه، كذا شغله. هلا العوارض فيها تتراوح بين عوارض خفيفه وعوارض منها كثير خطره، مثل ما عم نشوف هون، مثل وجع بطن، لعين نفس، استفراغ، اسهال، وفي تتطور ليصير في حراره. الاسهال فيه بقى اكثر من 24 ساعه، هون في خطوره، امرار في عالم بتشوف دم بالخروج، كمان هون بدهم يشوفوا حكيم او يروحوا على مستشفى. كمان في نوع من البكتيريا بيسبب بالشلل، بيؤدي للشلل. نوع ثاني من البكتيريا بيضرب اعضاء اساسيه بالجسم مثل الكلى، الكبد، الدماغ. كمان في نوع ثاني من البكتيريا او الجراثيم يلي بتسبب بالاجهاض، عشان هيك نحن بننصح المراه الحامل او الحوامل ما ياخذوا او ما ياكلوا اي شيء ني، وما ياكلوا جبنه بلديه اللي هي معموله او محضره من حليب منه مبستر او منه معرض للحراره. وكمان فينا نوصل للموت، لانه صار في كذا حاله موت من التسمم. صحيح. هلا الشيء اللي ما بيعرفوا العالم، انه ثلاث ارباعهم بيفكروا انه نوع التسمم هو نوع واحد، انا باكل شيء بعد ساعتين بتسمم، بستفرغ، بصح بنهار، هيدا نوع واحد من التسمم. النوع الشائع الثاني واللي هو اكثر الاوقات، انا وقت اكل شيء في العوارض تبين بكره، فيها تبين بعد بكره، وفيها تبين بعد اربع اجماع، يعني انا باكل شيء في بعد اربع اجماع يبلشوا العوارض يبينوا، عشان هيك ما بيربطوا الاكل بالعوارض يلي صايره. هلا بيروح واحد بيفتش على غير شيء وغير سبب. ثلاث ارباع الوقت نحن بنسمعها من جدودنا ومن ستاتنا وامهاتنا، اكل برد او اخذ تشويبه، اكل صفه قوى، مدور اي سي، هدول منهم موجودين بالقاموس العلمي، يعني هول ابدا. فثلاث ارباع الوقت بيكونوا حالات تسمم. فهذا الشيء اللي بدنا ننتبه عليه. هلا الشيء الثاني، نحن يعني وصلنا على هذا التسمم، واحد يعني بدي ارجع شوي بس على الفوكس بوك، من المنظر بعرف باكل ما باكل، انا هيدا ما بفوت عليه لانه بعرفه خلص، يعني هل 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 التفكير المسبق عند الناس. هلا بالمطاعم صح صح، المطاعم ما فينا نعرف لانه نحن ما فينا نشوف المطبخ، اكيد مثل ما في كذا مطعم بيكونوا قليل ببين المطبخ علينا، بس وقت ما يكون نحن شايفين المطعم في كذا مؤشر فينا نلحقه لنعرف اذا هن عم بيطبقوا معايير سلامه الغذاء او مدربين. مثل اول شيء دائما لازم نطلع على الدايننج اريا او وين باكل، هل النظافه العامه تبع الدايننج اريا نظيفه، بتطلع على الحيطان، لازم نطلع على القصص. هلا رح يضحكوا علي العالم انا بعرف، بس انه لازم نطلع على القصص، حيطان، سقف، ارض، الكراسي، حتى الطاولات، الصحون الموجوده على الطاوله، الكبايات، نطلع على الزوايا في غبره ولا لا، اذا في غبره يعني ما عم بينظفوا او ما انهم مدربين انه ينظفوا او ما عم، يعني هذا الشيء بيعكس على حاله المطبخ جوا. شيء غير السال الدايننج اريا هو الحمامات كثير مهم، اكيد قبل ما بدنا نروح ناكل بالمطعم بدنا نفوت نغسل ايدينا بالحمام، نطلع على الحمام نضيف حالته كيف، نضيفه ولا لا، لانه كمان نظافه الحمام ونظافه الدايننج اريا معقول كثير تعكس على نظافه المطبخ الجواني. بدي انتبه اذا في حشرات، مش انه غض النظر اذا شفت صرصور، لانه اذا كان في صرصور مثلا بالمطعم ما فينا نغض النظر على البيت اكيد. اوكي، يعني في عندهم مشكله بست بالمطعم، وكمان بدي اشوف التهويه الهواء، في ريحه بشعه ولا ما في ريحه بشعه. هلا شيء ثاني، في اطلع على الويتر كيف هيز هاندلينج، كيف عم بيقدم لي الاكل. اول شيء نظافته الشخصيه، انا اذا طلبت منه مثلا صحن بيمسكه بحط اصبعه بقلب الصحن مطرح ما باكل بيقدم لي، طلبت منه كبايه بحط اصبعه بقلب الكبايه، ملعقه كمان بحط اصبعه من ميله ما انا عم باكل، اذا طلبت منه خبز كيف بيجيب لي الخبز، بيمسكه بايده ولا بالملقط ليقدم لي؟ اذا بدي انطر كل هول بكون اكلت الضرب، يعني لا بتعرفي بتتعودي ننطر ونفوت والى اخره، بس انه فيك تعرفي، بصير عن جد فيك تعرفي هول القصص، فيك تلاحظيهم لانه ما حدا بيلاحظهم، عرفتي كيف؟ فهدول قصص معي، يعني على وقت الجوع ما حدا بيلاحظ هيك تفاصيل، بس واحد راكد بده ناطر، لانه عن جد عم نتسمم بس ما عم نعرف، دائما اكلت برد بس هو عن جد كله من الاكل، بس هو المشكله ما عندنا احصاءات تدل لانه ما عم اتس نوت بينج ريكوردد، يعني عشان هيك العالم ما عم تعرف. عم جرب نوعي قد ما فينا ليعرفوا انه في حالات تسمم وكيف بنتسمم وشو العوارض. هي في الفكره يلي بترافق عند الناس انه بالصيف بننتبه اكثر، هو بالصيف اكيد
لانه الحراره بتعلى، لانه احنا خاصه بلبنان مشكله الكهرباء بالشتاء بننسى، بس بالشتاء بعدها موجوده كمان، يعني موجوده وببيتنا موجوده، مش بس لانه نحن بنفكر معقول نتسمم من برا، بس كمان هو القصص اللي عم نعملهم بقلب المطبخ تبع المطعم لازم نطبقهم ببيتنا نحن. انا امي جننتها يعني، هلا ما وقت عم بتشي ما بعرف تطبخ. اوكي، كمان شغله انه وقت نطلب قصص طبق ساخن بالمطعم لازم يوصلنا ساخن، لازم الفيبر يطلع منه، يكون منه طالع فابر ليدل على سخونته، ما لازم شيء يكون فاتر. وكمان بطلب شيء بارد لازم يوصلني بارد. اوكي، واللحمه الدجاج والسمك لازم يكونوا مطبوخين مزبوط، ممنوع نطلب الهامبرجر ميديوم ويل ابدا. بس الشيء الوحيد اللي فينا ناكله حسب رغبتنا نحن، حسب منحب ستيك او الفيلي، هذا الشيء الوحيد اللي فينا ناخده حسب نحن شو منحب، اذا كان رير ميديوم ويل الى اخره، بس غير هيك شيء ممنوع. الافضل يكون مطبوخ، كله يكون فعلا مطبوخ. اذا شفنا مثلا لحمه زهر جوا او في منا مستويه مزبوطه او منا مطبوخه مزبوطه، نرد ونقول لهم بدي يتسخن مزبوط. طيب بعد سؤال كمان هيك على هامش هيدا، انه اذا واحد وصل وبالوقت الحاضر ما عنده غير مهرب، يعني بده ياكل بهالمكان يلي هو موجود فيه، بس حس انه الامور منا ظابطه، انا بغير، منه قادر يغير، هو مثلا مأخر معه نص ساعه لانش بريك بده ياكل هلا، بيأثر اختيار الشيء اللي عم بيطلبه؟ يعني بيطلب مثلا من الاشياء الني ما بياخذ سلطات، اكيد ما مثلا ما بياخذ سلطات او أوكي، ما بياخذ قصص فيها صوصات، في ياخذ مثلا ستيك مطبوخه مزبوط، شقفه دجاج مطبوخه أوكي مزبوط هيك، بس هون المشكله بيكون انه ما عنده اوبشنز، عرفتي كيف؟ بس انه مثلا انا يعني عم نشوف الأسوأ الاحتمالات، انه مجبور بهالنص ساعه بدي اكل هون ما عندي غير فرايز ستيك دجاج قصص، وقصص يطلبها ويل دون، معموله ويل دون، اكثر من هيك ما فينا ما فينا، لانه اذا ما في عنده اوبشن يغير نحن بنفضل انه انا عن جد بغير، يعني اذا بتطلع دغري اي جادج وبغير، اذا ما ارتحت او حسيت في كثير قصص، لانه شايفه مطابخ بركي ما بعرف غيري، بس انه انت اكيد يمكن معقوله تفوتي بتفاصيل، بس عم نحكي الانسان العادي يلي عم يركض ركض بنهاره يروح للقصص السيف ومطر. اكيد القصص السيف مثل ما قلنا. هل تسمم الغذائي وقت واحد بيقول انا يمكن بنهار قطعت، يمكن بنهارين، يمكن بثلاثه، التصرف يلي لازم يرافق هالحاله، يعني أوكي وصلنا له، وصلنا على هالتسمم لسوء الحظ او يعني هيدا، شو بتصرف؟ بتطنش؟ باخذ من حيلا من البيت شو ما كان تحت ايدي؟ هلا اول شيء نحن عم نوعي ليصيروا يعرفوا انه تسمموا، هذا نمبر 1، هو لازم يراقب حاله، لانه امرار بيكون مايلد، منا كثير سيفير السيمبتومز، وامرار بيكونوا سيفير، يعني اذا طول الاسهال اكثر من 24 ساعه لازم يشوف حكيم، لانه الاسهال معقول ينشف الجسم، معقول يحطه بموقف خطر، كمان اذا شاف دم بالخروج كمان هون لازم يشوف حكيم او يروح على مستشفى. هلا بدنا اياه يشتكي الكونسيومر او المستهلك، لازم يشتكي، هو عنده حق انه يشتكي، وهون مش يعني اذا اشتكى يعني هو عم بضر المطعم، بالعكس هو بيكون عم بيساعد المطعم ليكتشف غلط معين، لانه المطعم بده راي المستهلك كمان بالنهايه، لانه هو ما في ايد وحده ما بتزقف، اكيد عرفتي، فهون بيشتكي للمطعم، بدق للمطعم بخبر شو صار، اكيد اختصاصيين كمان بيهتموا بالموضوع ليشوفوا شو المشكله ومن وين صار الاوت بريك المعينه. وهلا امرار المطاعم ما بتكون متفاعله مع المستهلك، فبهيدا الاوبشن بيروح في دق لحمايه المستهلك على الرقم 1739، كمان في قول قصته او شو صار، في يشتكي، او اذا ما بده يحكي من حمايه المستهلك في يحكي جمعيه لبنانيه لسلامه الغذاء اللي نحن عم نشتغل فيها، ونحن فينا نكون صله وصل بينه وبين المطعم، وكمان نلح القصه ونشوف شو المشكله. هلا هو الهدف يمكن انه الناس توعى اكثر، والهدف الثاني انه المطاعم يلي بيبقوا مضغوطين ومعجوقين وبفهم وعم يكتبوا، بس انه بيفوتوا بروتين، بصير هيدي ما في وقت اليوم، بلكي بكره العالم اللي ما بتشتكي، نحن وقتها ما نشتكي المطعم بيطنش، وقتها نشتكي وقت العالم تصير تطلب مثلا شهادات تدريب او تلحق المطاعم المدربه او عندها سيرتيفيكيشن، وهلا كثير عم بيصير في مطاعم عن جد عم تلحق هالقصص، هذا الشيء بيعطي حافز للمطاعم اللي ما عندها
انه يصير عندها او يصير عم تتحسن، وهيك عم بيصير طبيعي. يعني عالم مطاعم عم بتغار من بعضها، يعني مثلا نحن بنشتغل مع مطاعم، هلا عملنا مثلا ماركتينج كامبينز معهم، صار في عندنا 10 مطاعم عم بتدق بدها هيدا الشيء والعالم عم تعرف فهيدا المطلوب. فانا بطمن العالم هلا انه مش مثل ما بيفكروا، مش الحاله كثير سيئه، بالعكس كلهم عم يطلبوا، بس المشكله ما في في شوي توعيه منا موجوده. طيب نادرة اخر ثانية بس بدنا نرجع نذكر فيها برقم التليفون يلي هو بيتصل فيه كونسيومر بروتكشن 1739، هذا الرقم الساخن تبع حماية المستهلك. لا والاتصال لكم انتم فيهم يشوفوا لبنيز اسوسيشن فور فود سيفتي الفيسبوك بيج تبعنا ويحكونا على الفيسبوك بيج تبعنا. اهلا وسهلا فيك، نحن رح ناخذ مشاهدينا بريك صغير ومن بعدها بنكون بخصوص الجمال اكيد وجهي.